دعوة الرئيس للحوار الوطني جت كمان مع إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وشفنا الحقيقة إفراجات متتالية عن ناس كتير جدا، وده عمل حالة ارتياح. هل ده بيعمل بيئة مناسبة ويدي ثقة في الحوار الوطني؟ هل في تنسيق بينكم وبين لجنة العفو الرئاسي؟ نجاح الحوار الوطني في المقام الأول بيستلزم إرادة سياسية. صحيح. الإرادة السياسية دي ممكن تحليلها واستنباطها من أكتر من حاجة حصلت. رقم واحد، أن السيد الرئيس دعا إليه شخصيا في إفطار الأسرة المصرية، ودعا إليه في حضور رموز المعارضة موجودة في رسالة سياسية واضحة. رقم واحد. رقم اثنين، أن الذي يستضيف جلسات الحوار الوطني ويمد له كل العون هي الأكاديمية الوطنية للتدريب، جهة مستقلة التي يرأس مجلس أمنائها السيد الرئيس. والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة أن أنا أتوجه بالشكر الجزيل للأكاديمية الوطنية والدكتورة رشا راغب التي ذللت لنا كل الصعاب ولم تتأخر يعني عن الحوار الوطني في يعني في أي حاجة مطلوبة. الحاجة الثالثة اللي انت ممكن تستشف منها الإرادة السياسية الواضحة في دعم الحوار الوطني ما يسمى بمجموعة الإجراءات المصاحبة. صحيح. استخدام السيد الرئيس لسلطته الدستورية في العفو عن باقي العقوبة المقررة لبعض المحكوم عليهم بتؤكد على جدية الحوار. هو السؤال، لماذا الحوار؟ لدعم قيم الجمهورية الجديدة وفتح وخلق مساحات مشتركة. الإفراجات واستخدام السيد الرئيس لسلطة العفو هي الرسالة أننا أمام مرحلة جديدة نحو هذه الجمهورية الجديدة. طبعا كل الإجراءات المصاحبة دي بتؤكد وتعزز وتدلل على صدق القيادة السياسية في هذه الدعوة. صحيح. وتوفر الأجواء الإيجابية والطمأنينة للحوار الوطني ومساره. الأحزاب السياسية في مصر والحقيقة هي بتعاني من ضعف حقيقي في الشارع. هل الحوار ده فرصة ليها انها تحقق مكاسب حقيقيه، فرصه ليها انها تتواجد في الشارع؟ طبعا قولا واحدا، في كل دول العالم يعني الاغلبيه من المواطنين مش بيبقوا حزبيين بالمناسبه، يعني مش صحيح. لازم صحيح. ان اغلبيه المواطنين يبقوا حزبيين، بس مهم ان الاحزاب تبقى منظمه، ومهم انها بتطرح رؤى تفيد المواطنين. احنا شفنا في بريطانيا انتخابات حزب المحافظين 300,000 اللي بينتخبوا. على فكره يعني يعني الأحزاب الكبيرة في العالم ولكنهم منظمين ولديهم برامج ولديهم نظم الحزبيين ماشيين عليه. هذه فرصة سانحة تماما إن الأحزاب تعيد تقديم نفسها وتعيد تنظيم صفوفها وتقدم رؤى. المساحات مفتوحة والفضاء واسع والناس كلها يعني قاعدة بتسمع ماذا يعني يمكن أن يقدم في الحوار الوطني. دي فرصة طيبة جدا للأحزاب. بالمناسبة قضية الأحزاب السياسية من القضايا الملحة في المحور السياسي طبعا، وكل ما هو متصل بالأحزاب مطروح، من أول قانون الأحزاب، شروط تأسيس الأحزاب، عدد الأحزاب، عندنا عدد كبير من الأحزاب. صحيح. تمويل الأحزاب، أفكار كتير عن الدمج يعني مطروح يعني مقدم يعني بيتناقش بيتناقش وفي ناس طلبت بكده يعني. تمويل الأحزاب، لجنة شؤون الأحزاب، يعني كل ما هو متصل بالأحزاب السياسية مقدم فيه مقترحات، ودي فرصة أنا شايفها أكتر من طيبة إن الناس تشارك وفرصة تعرض نفسها يعني.